الناس الكل وين ما كنتوا تابعوا على القناة الوطنية، هذا هو ليالي تونس، البرنامج اللي عودكم على مواكبة مختلف التظاهرات الثقافية والمهرجانات اللي تحتضنها بلادنا كل عام كل يوم، مواكبة حينية من الاثنين للسبت. ليالي تونس يبدأ توا، مشاهدة طيبة للجميع. في سهرة غير عادية وفي دورة عادت وخطفت الأضواء من جديد، حضرت الفنانة العالمية ديانا كينغ في اختتام مهرجان إتجاز بتبرقة، عرض كان بحضور جمهور قياسي بمسرح البازيليك، العرض اللي قال عليه الجمهور أنه كان الأروع والأفضل لأنه أعاد للأذهان أيام التسعينات. أكثر تفاصيل مع حسن الكريمي. جمهور غفير غصت به مدارج مسرح البازيليك الأثري بتبرقة في حفل اختتام الدورة 47 لمهرجان الجاز. جمهور توافد على الجهة من عدة مناطق ومن الخارج. كيفاش كانت الليلة؟ بالقدام مزيانة. مزيانة طيبة. نحن جايين من فرنسا وجايين تبرقة باش نشوفوا معنا الفيستيفال دو جاز ونوتامون ديانا كينغ، دونك فرحانين برشا انا وراجلي، علينا سهرية فريمون طحفونا برشا. السهرة رائعة برشا، سوبر، نستنا في الدورات السابقة. المهرجان عملت خلال هذه الدورة على استعادة بريق هذه التظاهرة، خاصة بعد الصعوبات التي واجهتها في السنوات الفارطة، حيث شهدت هذه الدورة حضور أسماء فنية لامعة على غرار الفنانة الجامايكية ديانا كينغ التي أحيت حفل الاختتام. مثل هذه التظاهرات اللي قاعدة تدعم فيها وزارة السياحة وزارة الثقافة، هي قاعدة تعاون لإثراء المشهد الثقافي أولا، وأيضا تساهم في جلب السياح، جلب سواء السياحة الداخلية أو السياحة الخارجية. الشباب مغلقة والحمد لله الناس كل فرحانين، الأجواء في تبرقة تحس ثم انتعاش، ثم حركية أيام اللي فاتوا في تبرقة. إن شاء الله احنا حاولنا نرجعوا المهرجان كما كان قبل. وأخيرا الحمد لله اللي الجاز رجع، نجم نقولوا فريمون رجع. ديجا اليوم هاكم تسمعوا في الحفلة، حفلة الاختتام اللي فيها الفنانة العالمية ديانا كينغ، معبي البازيليك الحمد لله بعد السنوات اللي تجم تقول المهرجان كان فيه يعني من ركود كبير ياسر. قول للناس اليوم اللي راهو تبرقة رجعت ومهرجان الجاز رجع، ونشكر الهيئة ألف شكر اللي وقفت على المهرجان والحمد لله يا رب. مهر
مهرجان الجاز الذي يتزامن مع ذروة الموسم السياحي بالجهة ساهم في تحسين المؤشرات السياحية وفي إضفاء حركية اقتصادية على مدينة المرجان. دورة جديدة من مهرجان الجاز بتبرقة أعادت إشعاع هذه التظاهرة من حيث الحضور الجماهيري والوجوه الفنية التي تداولت على ركح مسرح البازيليك الأثري. ريبريك تنجموا تتفرجوا من خلال على أجمل السهرات اللي كنا واكبناها خلال جولتنا اليومية بين المهرجانات الصيفية ولا الدولية، واللي تكون فرصة كذلك اللي ما خلطتش باش يتفرج عليها احنا نقدموا له الفرصة هذه. أعتلت الممثلة وجاه الجندوبي ركح مسرح الزهرة أمام الجمهور غفير بعرضها المسرحي البيك بوسا. وأن أصرح بمكاسبي في أقرب بلدية، وأن أحافظ على السيارة الإدارية الأولى والثانية المخصصة للشؤون المنزلية، وأتعهد وأتعهد بأن أعامل بكل إنسانية عون الطبخ والتطهير والتنظيف وكي الملابس وعمال الحديقة والمشرفين على المسبح المغطى والمعر وذاك عندي برسك عام وأنا ما بين الكتيبة وبين السين وكان معايا نعمان حمدة. نحب ديما نعطي لكل واحد نعطي حقه. كنا مع بعضنا هكا من الاول، وكل بعد اختلفنا شويه في الرؤيه الاخراجيه، خاطر الحقيقه حبيت نخدم شويه على توسكي مودرن في التكنيك، حبيت نخدم على ليماج، خاطر انا ياسر ياسر نمن اللي السين ما يلزمهاش تكون ميته صحيت صافا با شفتي غادين وصافا صافا 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 هذا كل ما نحيهول وقت الخدمه اللي نخدم لك فيها في بيروك هذيك الكل هذا كيف كيف شبيك حط الخدمه كامله على قلبي راه وهو يمشي ياكلك العياري ولا شكون تحت القلب يبدا يشرب في الـ في الـ في الـ في الواحد يبدا يشرب في كعبه العظم اي وين تلقى لي هاي 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 وحتى كي ما نكملش يخلط عليا للدا. عرض مميز من حيث الإخراج والسيناريو والصياغة والأداء والسينوغرافيا. ولا تلقاني داخلة بعضي ما بين
في الأكحل والبتنجيل والبارافور والأوراق والقلم والدنيا وأنا معاه صفرة راسي ونبدأ نخلط فيهم مش عليه الطحارة درش مش نعمل. وهو سيدي قاعد في الصالون ماذا الساقي يتفرج على ماتش كورة الانتر يونايتد وجرسونة الرياضية ولا شكون ولا نبدأ نفرك وغاز إيه خرش خرش ما يعاونيش. كل عرض وعنده أسألته، كل عرض يلزمني نلقى إجاباته، كل عرض ونستنى شنية ردة الفعل متاع الجمهور اللي نقول له أنتم فوتيوا على البرنامج هذا إذا كان برنامج يصلح أنه يكون لتونسي وإلا ما يصلحش. دونك لكن في أغلب الوقت العباد تقول الدجاج معناها برنامجها الوزاري ما هوش موافق، ما يخدمش مصلحة الشعب مصلحة التونسي. دونك الحاجات هذوما انا ياسر اكدت عليهم وياسر حبيت نخدمهم رغم اللي فيهم مغامره. دونك هذاك علاش خذيت لو بروجي وكملت واتصلت بصدري عطروس سينوغراف قلت له راني نحب هكا وهكا وهكا، انا راني تقنيا مانيش بارعه ما نعرفش. مشروع ناس غاديك الاخرين يغبلوا يشربوا ولادهم ما تشوفهمش حتى كي بداو قاعدين بداو شادين تابلات على رواحهم يبداو يقولوا اوبي سينون ديك ما مو سي تابلي غزو ندخلوا لا مش على بالكم ما نحب نعاون الناس تاع الدار انا من زوجي تعطيني مزيان. البيك بوسا عرض مسرحي طرحت من خلاله الممثلة وجهة الجندوبي عدة ظواهر اجتماعية تبرز خصائص المجتمع التونسي والعقلية السائدة فيه. حتى سامحوني في المود زادة لا حتى في الموت زادة مش حلو ما عشان مش يموت فاميلتي والله كان يموت وكلت وما ربي فضلهم كلمته وربي يرحمه كان نلعب خبزي. والله هي معناها حاجة تفرحني وحاجة تخليني نقول تيا والله هي عينهم على الثقافة والله هي عينهم على المسرح معناها حاجة باهية كيما نكون أنا كيما يكون أي اسم آخر ديما نفرح. توسموا برشا أسماء قبل من المسرحيين رجال ونساء وكن ديما نفرح الحقيقة على خطر نمن اللي ثقافة واللي الفن موجود في البلاد هذيا كسلاح كعنصر مهم برشا في الوعي وفي بناء جيل كامل من شباب ومن صغار تعلمهم برشا مبادئ وهذا نعرفوه من المسرح الأطفال المسرح معناها الكهول وكل شيء. دونك حاجة تفرح. امبارح برك لعبوا معانا أربعة طرح بلوك خسرنا قالنا هكا الأولاد هكا تحبوا تقتلوني سبحان الله يا خويا كلمة عليها نكلم عليها الشيطان ومرته تبدأ قاعدة معك نساها يا وغاي يا وغاي يا وغاي ونشير إلى أن وجهة هي كاتبة السيناريو ومخرجة هذا العمل وقد تم تقديمه في عرضه الأول يوم 29 مارس المنقضي بالمسرح البلدي بالعاصمة. يا وغادي حل في جديرك لي كعبة يا غرود وبعد مشيت في تلاولين قالي نجيبة نجيبة نجي قلت نعم حميدي لقى في الببليك شكون يا اللي قرأ معايا يا اللي جاري حاجة. دونك عرفت تبدأ هكا نوستالجيك وانت تخدم تبدأ فما عندك حنانة أخرى معناها موجودة في السين. صار لي هدايا في مهرجان بوقرنين وصار زيادة كيف كيف الزهر ديما نحضر الوجهة ضحكني وهكا معناتها تحكي مواضيع نتاع عبيد راقين معناتها مشكل اللي تضحك في الفارغ وكها. تعجبني برشا وجهها من قبل وجهها هي الباهي فيها ديما تفاجئنا بحاجة بحكاية جدد
وكريتيك جديده ولا فاسون ولا سوبليس تاعها تخليك ديما تضحك مي اون طون تخليك هاك لو بتي جو فهمت. احنا كل شيء في وجهها باهوه وحضرت لها في مسرحيات قبل تعجبني اكثر واحدة تعجبني. انا تفرش برشا على المسلسلات جست جاي لهنا على خاطر بابا وماما حبوك هاو. النقد الساخر نتاعها ومواضيع اللي تمسنا بالحق ومع ضحكه وجهها حضور وفنانة نحبوها برشا. يا غادي بعد تخلي بيت النوم يا بطي العزيز ونلعبوا برشا يا بايك قالي نجيبة بطي معرفة حماتي قالي غدوة ما تقوم ليش بكري نحب نرتاح هذه بلدية المرسى المرفق العمومي اللي يخرج على المألوف ويكسر الصورة التقليدية اللي تعود بها المواطن كونها مرفق مجعول فقط لمهام إدارية. بلدية المرسى تتواصل في الفترة الأخيرة مع المواطن عبر تنظيم تظاهرة ثقافية من بينها تظاهرة ليالي المرسى. وعام اللي احنا اخذينا المستشارين في البلدية وفي المجلس البلدي وبديت عملت برشا من جهات إقليمية من تونس وفما جهات من برا يعني من فرنسا من المغرب من يعني البحر المتوسط وزاد حتى من بلدان اخرين من مصر ومازلنا معناتها متفتحين ان شاء الله في الموندان تاعنا اللي بقى الاربع سنين نعملوا اكثر من هكا. ايطاليا تحب تعاوننا وكل واحد يحب يهدينا حاجه ومعناتها مرحبا بهم على خاطر احنا معناتها حاجه اللي ما تصيرش في المدينات الاخرين كما تراهوني مجانا. الحدث هذايا يرمز للتنوع والتعددية الثقافية اللي موجودة في المرسى. وفات المرسى هي مزيج معناها من برشا أذواق ومن برشا أصناف متاع عباد ومن برشا أصناف متاع حاجات موجودة عنا. دونك من الأول بديناها بالعيساويات بدينا بشوية لي كلوب دي زونفون سينما حاجات كيما هكا وبعد قلنا إيجا خنزيدو نتفتحوا أكثر على العالم تكون عنا نظرة شاملة نظرة انترناسيوناليست أكثر ممكن. دونك قلنا بوركوا با أون فا سيليبغي لاميتي انديان تونيزيان هوني في البلدية وتزامنت زادة مع الاحتفال باستقلال الهند. مرور 73 سنة على استقلال جمهورية الهند كانت مناسبة نظمت من خلالها بلدية المرسى وبالشراكة مع السفارة الهندية بتونس حفل موسيقي تحييه فرقة هندية بقصر السعادة. المناسبة هذه جاءت أيضا احتفالا بالصداقة الهندية التونسية والتعريف أكثر بالثقافة الفنية الهندية. الثقافة معناتها في ذمته وإن شاء الله نعملوا مجهودنا أكثر كمان. عملت سباق تاع العود عملت الجاز عملت من الأنواع الكل معناتها كل أنت وال
الافينيتي يعني التعاطف تاع كل واحد الفني. عملت العيساويات، عملت ذكريات، ذكريات تاع الرياحي، عملت ذكريات تاع الاشكال كل، وزاد عليها بالتربيه. وهنيه معناتها انا عندي هنيه اليوم الحفل الموسيقي الهندي فن هو، وفيها معناتها ثقافة وبداعة، معناتها فما حاجة مبدعة من عندهم، وزيد ثقف التربية وثقف الناس، والناس جايين خاطر فاهمين الفن هذا. في بلدية المرسى تجاوزنا أن البلدية راهي جوست أكل المرفق العمومي متاع استخراج المضامين والوثائق والعروسات، وليت بلدية مشغولة باش تسمع المواطن أول حاجة، وإن شاء الله نكونوا معناها نسمع في المواطنين الكل. وليت بلدية زادة فضاء ثقافي وترفيهي قبل كل شيء، معناها العروض اللي تعملت والمجهودات متاع مدام روضة اللي هي رئيسة اللجنة والغابورتور مدام راقية مصطفى الغربي، كيف كيف معناها زوز نوجه لهم أنا شخصيا شكر كبير برشا، على خاطر هذه ما كناش نراوه في السنين اللي فاتت. هي فرصة باهية برشا باش نعرفوا بالموسيقى الهندية، خاصة أنه تعامل الناس معنا كان باهي برشا، ومسنا أحنا شخصيا كفرقة جيت تونس باش تعرف بالموسيقى الهندية. برشا ناس كانوا محبين ومتشوقين للموسيقى الهندية. So it's a very good opportunity for us. I'm very happy to be here because it's such a beautiful country and such a beautiful people here. Very emotional and we got a very nice response here from the audience also for all our last five concerts. And today I have a pleasure to be a beautiful auditorium with so beautiful people here. So it's really, I'm really glad to be here. Actually, this is not band. Actually, main artist is santur player. Tabla and tanpura is accompanist. Without accompanist, main artist cannot perform like tabla and tanpura. This is santur. Santur actually originally from Kashmir. Santur means 100 strings. There is 100 strings and so many kind of gauges. Strings are according to octave. According to octave, we select it. أسباب قرار الفنانة اللبنانية إليسا اعتزالها عالم الفن وصدمة محبيها وجمهورها من هذا القرار. تفاصيل الأخبار هذا وغيره من الأخبار الفنية في ستار نيوز معنا ورسة ليلي. أردت الفنانة درة على الانتقادات التي وجهت لها بعد الإعلان عن مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي ضمن لجنة تحكيم للأفلام القصيرة من خلال نشر صورة لها من مشاركتها في لجنة تحكيم مهرجان أبوظبي 2013، في إشارة منها إنها مش المرة الأولى اللي تشارك كحكم. كما حرصت على تذكير الجمهور بمشاركتها في لجان تحكيم مهرجانات سينمائية سابقة منها مهرجان الغد ومهرجان الإسكندرية ومهرجان الأقصر السينمائي. صدمت الفنانة إليسا جمهورها الكبير في لبنان والعالم بعد تغريدة على حساب تويتر إنها باش تعتزل الغناء، لأنه على حد تعبيرها تردي الوضع بالمجال الفني اللي شبهته بالمافيا، وأشارت إنه ما عادش تنجم تنتج المزيد من الأعمال في مثل هذه الأجواء، وإنها قاعدة تجهز لألبومها الجديد والأخير اللي تصدره في مسيرتها الفنية. وبسرعة انهالت عليها ردود على تغريدة من متابعيها على الحساب اللي تجاوز 13 مليون من بينها زملائها وجمهورها، ودعاوها للرجوع عن قرارها وقالوا إنه العالم العربي يحتاج إحساسها. تم التداول بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي صور زفاف ابن كاظم الساهر من طبيبة مغربية، واللي كشف أجواء الحفل العائلي اللي حضرت فيه الفنانة المغربية أسمى المنور. كاظم الساهر دعا ليه علامات السعادة بزواج ابن الأصغر عمر، فحرص على غناء عدة أغاني تحديدا منها أغنية هل عندك شك وقولي أحبك.
نكون وصلنا نهاية حصتنا لليوم من ليلة تونس. إن شاء الله تكون جولتنا الفنية والثقافية نالت أعجبكم. ما تنساوش موعدكم غدوة معنا في نفس التوقيت، لكن مع زميلتي نورس تليلي. وتوما بقالي كان باش نقول لكم بسلامة وفي لامان.